لو سمحت لو سمحت لو دقيقة واحدة. مش ده جدع اللي اسمه سوستة؟ مين يا اختي؟ سوست مين يا بنت ما تنطقي؟ ده اللي بيجي ياخده عشان يلعبوا ماتشات. ماتشات؟ يشيل ويحط عليكم. منك لله يا بعيدة، تعالي ما نشوف الوكسة اللي احنا فيها وبعدين نشوف حكاية الماتشات دي. ايه يا حبيب اخت؟ مالك يا اخويا مالك؟ ايدي يا فاطمة هتموتني. عملوا لك اشعة؟ لا لسه، مستنيين الدكتورة تيجي من العمليات. امشي غور يا جدع انت، امشي وش المصايب. هو انا كنت انت تخرس خالص. اخلع بسرعة. ايدي هتموتني. يعني اختك؟ روحي تاني الدكتور بسرعة. حاضر. ايه يا حبيبي في ايه؟ دي وجعك؟ لو سمحتي عايزين دكتور. دقيقة واحدة. هو احنا كل ما نكلم حد يقول لنا دقيقة واحدة؟ ايه ده ايه ده، انت بتزعقيلي ولا ايه؟ في ايه يا فاتن؟ انا عارفة يا اخويا ايه البلاوي دي؟ بلاوي؟ حضرتك دفعت فلوس الكشف؟ هو حد قال لنا ندفع وما دفعناش؟ لو اتفضلي حضرتك في الخزنة ادفعي فلوس هناك. خدي يا هدى. خدي يا اختي، خدي يلا ادفعي يلا. السلام عليكم. لو سمحت دقيقة واحدة لو سمحت. هدى هناك ايه؟ خير يا هدى؟ عبد الرحمن. عبد الله ماله؟ ما تقلقش الحمد لله هو بخير. حصل له ايه؟ ايديه اتكسرت وهو بيلعب كوره. ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ الدكتوره جوه بتجبسها له. واخواتك فين؟ فاطمه جوه معاه وامينه في الجامعه ما تعرفش اي حاجه. طب اتصلي باختك قولي لها لو خلصت تستنى عند عم نوح. حاضر. ربنا يستر. ايه ده يا استاذ؟ لا ده عبد الرحمن اخوك كبير. تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها. بس كده ممنوع. حضرتك انا هطمن عليه وهخرج على طول. ما تقلقش انا كويس. عبد الرحمن؟ انا عبد الرحمن اخوك كبير. اتفضل ادخل واقفل الباب. ايه اللي حصل؟ انا اسف. معلش. الحمد لله. ازيك يا عبد الرحمن؟ هو حضرتك دكتورة سهام شطة؟ ازيك وازاي الوالد؟ الحمد لله بخير. فاطمة عارفة مين دي؟ لا مش واخدة بالي. دي سهام اللي كانت ساكنة معانا في عابدين، بنت الدكتور شطة. عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. البنات عاملين ايه؟ هدى و امينة نسيتيها؟ امينة. هما قد ايه دلوقتي؟ امينة في كلية اعلام والبيل صنص حقوق السنة دي، وهدى تربية موسيقية. وانت في ايه يا فاطمة؟ انا خلصت ثانوية عامة وقعدت في البيت، ما انت عارفة الظروف. وانت بقيت ظابط ولا لا؟ انا الحمد لله. واتجوزت ولا لسه؟ مبروك، انا شايف دبله في ايديكي. انا اتجوزت وخلفت، عندي مي 3 سنين وشطه 6 سنين. بسم الله ما شاء الله، اكيد الدكتور شطه طاير بيه. ربنا يخليه لك. متشكره. ده الكارت بتاعي، انا مضطره اسيبكم. مع السلامه. يلا يلا يا اختك يلا.